الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمدينة العالمين الجديدة ويهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري. سبعة وستين شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ومصر تواصل جهودها لوقف العدوان. حكومة بغداد تجدد التزامها بضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. الحادية عشرة صباحا من التاسعة في جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة، اهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة، وهنأ الرئيس السيسي الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور، وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وأكد الرئيس أنه ينتهز الفرصة كي يتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها، وتضمن لأبنائها مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. تسلمت مصر الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا. تتكون الدفعة الجديدة من 1,768,800 جرعة، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها، ومن ثم توفيرها بمراكز تلقي لقاحات بجميع أنحاء الجمهورية. هذا وأكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنه جار استلام 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح سينوفاك، لتصبح بذلك مصر من أوائل الدول المصنعة للقاحات في القارة الأفريقية. ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الكثيف على قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 67 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال. وقال شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عشرات الصواريخ على غرب مدينة غزة، كما استهدفت عدة مناطق في أنحاء القطاع. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المدن والمستوطنات الإسرائيلية وصل إلى 1500 صاروخ. جددت الحكومة العراقية التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية. كما جددت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية العراقية رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار البعثات الدبلوماسية المقيمة في العراق. وأشار البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية عقب ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء مؤخرا، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الفاعلين والتوصل للنتائج. أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة باندلاع اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب غرب مدينة الدرهم بمحافظة الحديدة عقب قصف قوات الحوثي لأحدى المناطق السكنية خلال الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك. هذا وأكد الإعلام أن وحدات من القوات المشتركة حسمت الاشتباكات بخسائر بشرية في صفوف الحوثيين وإخماد تحركاتها ومصادر نيرانها، فيما أصيب اثنان من أفراد المشتركة.
دخلت هدنة وقف إطلاق النار لثلاثة أيام بين طالبان والقوات الأفغانية حيز التنفيذ بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد. هذه الهدنة والتي اقترحها المتمردون ووافق عليها الرئيس أشرف غني تأتي بمناسبة عيد الفطر، وتشهد أفغانستان تصاعدا لأعمال العنف منذ الأول من مايو، الموعد الذي كان يفترض فيه أن تسحب الولايات المتحدة جنودها 2500 من البلاد. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا فيروز مكيد، وانتم سالمين.